ترابزون الساحرة بطبيعتها الخلابة، مشروعنا اليوم في منطقة شكرشاير في مدينة ترابزون. المشروع عبارة عن بنايتين وفي عدد معين من الشقق. الخدمات اللي موجودة أطراف المجمع: مواصلات قريبة على الشارع الرئيسي للمجمع، بالإضافة إلى سوبر ماركت موجود أو ميني ماركت تحت البناية، وأيضا جامع بالقرب من المشروع. الخدمات اللي موجودة داخل المجمع: مواقف للسيارات، جلسات عائلية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وأيضا بوابة إلكترونية، خدمة سيكيورتي 24 ساعة على مدار الأسبوع. الشقة اللي بنصورها في الدور السادس إطلالة ساحرة على الطبيعة وعلى البحر أيضا، مساحتها 160 متر مربع، إطلالة جميلة. تعالوا مع بعض على أرض الواقع نشوف تفاصيل المشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا مع بعض جماعة الخير الدور السادس، شقة 3 غرف/صالة، مساحتها 165 متر مربع. مدخل الشقة من هنا، بجوار مدخل الشقة عندنا الانترفون، والمنطقة هذه منطقة الكوريدور، يميننا توزيع الغرف ويسارنا الصالة والمطبخ. عندنا هنا المنطقة الصغيرة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص يعني بالأحذية والعبايات، منطقة مخصصة لهذا الشيء. نتوجه إلى الصالة، تعالوا مع بعض. مساحة الصالة 30 متر مربع، مساحة جيدة. الأرضيات في الممرات والغرف كلها باركيه درجة أولى. تدفئة مركزية موجودة في الصالة وحدتين، وفي الغرف من وحدة وحدة. إطلالة الصالة مميزة على الطبيعة وعلى البحر، يعني شيء رائع جدا. المنطقة هادية وساكنة، والإطلالة شيء مميز أيضا. عندنا مخرج للبلكونة، تعالوا مع بعض نشوف مساحة البلكونة بالإضافة إلى إطلالتها. مساحة البلكونة 2.5 × 3 أمتار. إطلالتها البانورامية على الطبيعة وعلى البحر. واللي يميز الشقة هذه إطلالة الطبيعة أكثر وأحلى من البحر، يعني إطلالتين موجودة أيضا. مساحة البلكونة مساحة جيدة، نقدر نستمتع بالإطلالة هذه وجلسة رائقة وحلوة. نتوجه إلى المطبخ من البلكونة. مساحة المطبخ جيدة والدواليب راكبة وجاهزة أيضا. منطقة فرن الغاز، الطقم الكامل، شفاط والعيون مع الفرن. دواليبها نوعية جيدة، ما نقول إنها نوعية ممتازة، نوعية جيدة. الرخام راكب مكان غسالة الصحون ومكان خاص للثلاجة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا. طلعنا من المطبخ، نشوف عندنا الغرفة الأولى. مساحة الغرفة هذه، الغرفة الأولى، أقدر أقول 12 متر مربع، مساحة جيدة يكفي لسريرين فردية مع دولابها. مقابل الغرفة هذه عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. المواد المستخدمة السيراميك والأدوات الصحية نوعية جيدة، نقدر نقول نورمال. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية مساحتها 10 متر مربع، وإطلالتها أيضا على الطبيعة، والتدفئة المركزية موجودة في الغرف أيضا. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، والشيء المميز أنهم مركبين دواليب خاصة للمغسلة ومكان خاص بغسالة الملابس. وعندنا هنا يسارنا المروش، مجهزين المكان بطريقة حلوة. نيجي أخيرا إلى غرفة الماستر.
مساحة غرفة الماستر 12 متر مربع، إطلالتها على الطبيعة، وعندنا هنا إطلالة ثانية على الشارع الرئيسي، ولها دورة مياه خاصة فيها. يعني مساحة دورة المياه التابعة للماستر مساحة جيدة، مروش، وعندنا مخزنة، ونقدر إذا نبغى نحط كلوزت نقدر نحط كلوزت في غرفة الماستر اللي هو دورة المياه التابعة لغرفة الماستر. نشوف البلكونة التابعة لغرفة الماستر، بلكونة صغيرة 2 متر × 2 متر تقريبا، مخرج للطوارئ من هنا، وإطلالة البلكونة التابعة لغرفة النوم الرئيسية على الشارع الرئيسي. يعني الشارع هذا يخدم المواصلات. بجوارنا عندنا جامع، وتحت المجمع أو تحت الشقة هذه في عندنا سوبر ماركت أيضا يخدم المجمع ككل. كذا أعطيناكم تفاصيل كاملة عن الشقة والمنطقة في منطقة شكرشاير في مدينة طرابزون. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. لا تنسوا تتابعوا فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.